من قناة مصر التعليمية أحييكم أعزائي الطلاب وحلقة جديدة وبرنامج مدرسة على الهواء. النهاردة بإذن الله آخر حلقات منهج الدراسات الاجتماعية، آخر حلقة في الجغرافيا، والأسبوع اللي جاي بإذن الله هنبتدي المراجعات. قبل ما نبدأ النهاردة خصائص السكان في العالم، كلنا بنرحب بالدكتورة إيلاريا عاطف. أهلا بيك يا دكتورة. اهلا بحضرتك استاذ محمود، واهلا بكل ولادنا وبناتنا اللي بيتابعونا في كل مكان. النهاردة أعزائي الطلاب هنتكلم عن خصائص السكان في العالم، ولما نتكلم عن خصائص السكان يبقى هنتكلم عن الخصائص الديموغرافية لسكان العالم، هنتكلم عن الخصائص التعليمية لسكان العالم، هنتكلم عن الخصائص الصحية، وكذلك الخصائص الاقتصادية لسكان العالم. طبعا هنتناول في البداية الخصائص الديموغرافية أو الديموغرافية لسكان العالم. يعني كلمة ديموغرافيا أو ديموغرافيا نفس المعنى، كلمة ديموغرافيا هي العلم الذي يدرس السكان من حيث نموهم توزيعهم وتركيبهم. يبقى لو جالنا في الامتحان في نصف العام ما المقصود بالديموغرافيا؟ هي العلم الذي يدرس السكان. دكتورة إيلاريا، طبعا الخصائص الديموغرافية لسكان العالم فيها أكتر من شق، يعني عندنا معدلات المواليد، معدلات الوفيات، الزيادة الطبيعية، والتركيب العمري والتركيب النوعي لسكان العالم. هنبدأ بالوفيات، نبدأ بالمواليد. بالمواليد. بالمواليد لو جينا بصينا كده على نسب المواليد في العالم هنلاقي 20% نسبة المواليد في العالم، ولو جينا دورنا على مين أكتر قارة عندها ارتفاع في نسبة المواليد طبعا هنلاقي قارة أفريقيا. قارة أفريقيا من القارات اللي بتتميز بارتفاع نسبة المواليد جدا يا أولاد في هذه القارة، وده لأسباب كتير، أولهم مثلا ازدياد الفقر والجهل والأمية، كمان اعتمادهم على الزراعة البدائية البسيطة ومحتاجين إيد عاملة كتيرة، والإيد العاملة الكتيرة دي بيخلفوا كتير علشان الولاد دول هم اللي يشتغلوا في أعمال الزراعة، عشان كده بتحتل قارة أفريقيا المركز الأول في ارتفاع نسبة المواليد. جينا ندور مين أقل قارة فيها ارتفاع نسبة مواليد، لأنها قارة أوروبا. طب ليه قارة أوروبا اللي عندها 11% مواليد؟ لان قاره اوروبا اهتمت جدا بان يكون عندها ثبات في النمو السكاني، ما عندهاش نسبه مواليد عاليه كتير، لانها عارفه ان نسبه المواليد يا استاذ محمود لما بتعلى بيحصل عمليه عرقله للنمو الاقتصادي، كل ما كان عندي عدد مواليد كتير كل ما كنت انا كدوله مش قادره اصرف على مجالات كتيره في الدوله زي التعليم زي الصحه، لان الولاد اللي بيتولدوا دول الدوله بتتكبل اعباء كتير جدا عشان توفر لهم الغذاء والصحه والتعليم من اجل حياه افضل. إذن يا دكتورة، لو احنا مسكنا قارات العالم بالترتيب حسب تقديرات الأمم المتحدة عام 2014، زي ما حضرتك تفضلت وقلتي هنلاقي قارة إفريقيا هي أعلى القارات 36 في الألف، بعدها على طول آسيا والإقيانوسية 18 في الألف، والأمريكتين أمريكا الشمالية والجنوبية 17 في الألف، وأخيرا أوروبا 11 في الألف. هنا يا دكتورة دي نسبة كل قارة على حدة، انما لو قلنا النسبه العامه لمعدل الوفيات في العالم هنقول المواليد المواليد في العالم هنقول 20 في الالف. بالظبط، كلمه 20 في الالف عاوزين نفسرها. يعني كل 1000 شخص بيزيدوا ايوه 20. تمام، بيتولد فيهم 20 مولود. بالظبط، بعد كل 1000 شخص بيبقى معايا 20 مولود جديد، تمام. ودي النسبه العالميه، يعني ال 20 في الالف دي نسبه العالم كلها، المتوسط بتاع كل قارات العالم. طبعا يا اولاد مصر ما زالت معدل المواليد مرتفع فيها، حيث بلغ معدل المواليد سنه 2014 حوالي 31.3 من عشرة في الالف سنويا، وده يعتبر يا دكتوره ده معدل مرتفع جدا بالظبط بالنسبه للدول التانيه. بالنسبه للدول النامية صح، وده طبعا زي ما قلنا بيعرق عمليه التنميه. تنميه. طيب هنا دكتوره لو جالنا سؤال هنا وقال لنا مثلا ايه، ما مقترحاتك تمام لتقليل او تخفيض معدلات المواليد في مصر؟ طبعا الاهتمام بالتعليم دي اول حاجه لازم نفكر فيها، انا ليه عندي مواليد كتير؟ عشان عندي اميه وعندي جهل، يبقى اول حاجه حارب بيها الاميه والجهل هو التعليم. الاسر المصريه لو او الاسر الفقيره او المتوسطه اللي بتعيش في قارات ناميه زي قاره افريقيا لو فهمت ان التعليم بيخلي فرصه الانجاب بتقل، يعني مثلا دلوقتي انا عندي ناس متعلمه فمدركه تماما ان زياده عدد المواليد ده بيأثر على الاقتصاد بتاع الدوله زي الدول الاوروبيه على سبيل المثال، فبالتالي مش هيحصل ده، يبقى الاهتمام بالتعليم هو السلاح الوحيد اللي اقدر احارب بيه معدلات المواليد اللي بتزيد في كل قارات العالم اللي بيعيش في المناطق الناميه. يبقى التعليم ومع محاربة العادات اللي هي السلبية زي الزواج المبكر وزي مثلا الرغبة في إنجاب أكبر عدد من الأبناء. بالظبط، برضو بالتعليم
تعليم السلاح ده هو اللي هيحارب لنا كل الكلام ده. يعني انا دلوقتي لو بفكر انه البنات عندنا تبقى متعلمات، يبقى اكيد البنت هتفضل ان هي تتعلم على ان هي تتزوج زواج مبكر، او ان هي يبقى عندها انجاب كتير. فيبقى بالتعليم انا اللي هو السلاح الوحيد اللي انا بحارب بيه كل الافات اللي بتجيلي نتيجه زياده معدلات المواليد. تمام. العنصر الثاني يا أولاد في الخصائص الديموغرافية لسكان العالم وهي معدلات الوفيات، وبصفة عامة يبلغ معدل الوفيات على مستوى العالم 8 في 1000، يعني كل 1000 من سكان العالم بيموت منهم 8 سنويا. دي طبعا نسبة عامة بالنسبة لسكان العالم كلها. أما لو خدنا كل قارة على حدة هنلاقي أن أوروبا، رغم أن أوروبا متقدمة جدا أو تعتبر في مقدمة قارات العالم تقدما، ألا أن أوروبا تبلغ فيها معدل الوفيات حوالي 11 في 1000 وتتفوق على إفريقيا. وهنا دكتور في سؤال مهم جدا جدا، إزاي أوروبا المتقدمة اللي هي تعتبر في الرعاية الصحية من الدول العظمى زي دول أوروبا زي دول غرب أوروبا، إزاي نسبة الوفيات فيها عالية جدا بتوصل 11 في 1000؟ دي حقيقة، وهي كمان مهتمية بالرعاية الصحية. عشان هي مهتمية بالرعاية الصحية عندها ارتفاع نسبة وفيات كتيرة، لأن خلاص هي اهتمت بالرعاية الصحية لحد سن معين، فبقى عندي ارتفاع في نسبة كبار السن، خلاص عمرهم انتهى. أيوة. فنسبة كبار السن المرتفعة في قارة أوروبا هي اللي بتخلي عندي ارتفاع في معدلات الوفيات في هذه القارة. يبقى لما يجي يقولي بما تفسر ارتفاع عدد الوفيات في قارة أوروبا بالرغم من هي قارة متقدمة أو من أحد قارات العالم المتقدمة، نقول بسبب ارتفاع نسبة كبار السن. ودي الإجابة النموذجية للسؤال ده. يبقى قارة أوروبا يا أولاد 11 في الألف أعلى القارات في معدلات الوفيات، تأتي بعدها قارة إفريقيا. إفريقيا معدل الوفيات فيها 10 في الألف، بس طبعا إفريقيا دكتورة مش هنقدر نقول عشان التقدم الصحي والتعليمي وارتفاع عدد كبار السن. لا 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 خالص، قارة إفريقيا فيها قارة، في مناطق في إفريقيا زي المناطق الاستوائية فيها أمراض وفيها أوبئة، فعشان كده فيها عدم ارتفاع والمجاعات اهتمام والحروب. بالظبط، وما عندهاش اهتمام بالرعاية الصحية زائد المجاعات والحروب، فكل ده بيخليه ارتفاع عندها كتير في معدلات الوفيات. أما قارة آسيا والإقيانوسية وأمريكا الشمالية فيبلغ فيهم معدل الوفيات حوالي 7 في الألف، وتأتي قارة أمريكا الجنوبية في نهاية قارات العالم حيث يبلغ معدل الوفيات فيها حوالي 6 في الألف. أما مصر يا دكتورة فقد انخفضت فيها معدل الوفيات بنسبة كبيرة جدا، حيث يبلغ معدل الوفيات في مصر 6.1 في الألف. إيه السبب يا ترى؟ الاهتمام بالرعاية الصحية وخاصة في الأطفال. إحنا عندنا ارتفاع الرعاية الصحية كبير جدا في مصر، بنوفر لكل المواليد رعاية صحية، اللي هي أولادنا أكيد بيسمعوا عن الأطفال الصغيرين بيحصل لهم تطعيمات مبكرة في سن مبكر، فده بيقلل كتير من نسبة الوفيات وخاصة في الأطفال. يبقى الاهتمام بالرعاية الصحية في مصر هو أهم العوامل اللي أدت لانخفاض معدلات الوفيات عندنا. وطالما احنا نتكلم عن الوفيات لازم نقول ان هناك عدة عوامل يا اولاد بتؤثر على مستوى الوفيات او على معدلات الوفيات في العالم. في عوامل بتأثر على معدلات الوفيات في العالم زي ايه؟ زي مستوى السكن والتغذية والخدمات الصحية العامة، كمان الحروب والكوارث الطبيعية. عايزين نشوف يا دكتورة، هل مستوى السكن والتغذية والخدمات الصحية العامة والحروب والكوارث الطبيعية زي الزلازل والبراكين والعواصف والحاجات دي كلها، هل بتأثر في الوفيات بشكل كبير جدا؟ طبعا. تعالي ناخد مقارنة كده بسيطة بين مستوى سكن في قارة أوروبا ومستوى سكن الفرد في قارة إفريقيا في مناطق زي مثلا المناطق الاستوائية. لو أنا جيت فكرت كده، الإنسان اللي عايش في أوروبا والإنسان اللي عايش في مناطق الأدغال ومناطق الأحراش الموجودة في قارة إفريقيا، مين فيهم عمره هيكون أطول؟ مين فيهم عايش في مأمن أكتر؟ أكيد الإنسان المتحضر اللي عايش في بيت ومسكن ومكيف في قارة أوروبا. يبقى مستوى المسكن هنا بيؤثر في نسبة الوفيات. المناطق المؤمنة سكنيا بتكون أكتر إطالة العمر الفرد طبعا، بلس أو زائد إن إحنا عندنا الاهتمام بالرعاية الصحية في المناطق دي بيبقى أفضل. كمان التغذية، إحنا لو جينا مثلا في مناطق زي الصومال، هل البني آدم أو الإنسان اللي عايش في الصومال نسبة الوفيات عندهم بتشابه الإنسان مثلا اللي عايش في فرنسا؟ أكيد لأ، هنا في مجاعات وهنا في وفرة في الموارد، فبالتالي برضو مستوى التغذية بيكون عامل مهم جدا من عوامل ارتفاع أو انخفاض معدلات الوفيات. في كمان مناطق فيها أماكن زي حزام الزلازل والبراكين في العالم. طب دولة زي اليابان، دولة زي اليابان حد يقول لي دولة اليابان دي دولة متقدمة ولا متأخرة؟ طبعا دولة متقدمة جدا مش دولة نامية، ومع ذلك نسبة الوفيات عندها عالية جدا. ليه؟ لأنه بيحصل كل شوية كوارث طبيعية زي الزلازل والبراكين بتؤثر في نسبة الوفيات. يبقى أنا عندي الكوارث الطبيعية ممكن تؤدي إلى ده، طبعا ممكن تلعب لي جامد قوي في ارتفاع وانخفاض نسبة الوفيات بالنسبة لدول مختلفة في العالم. تمام.
قبل ما نسيب يا اولاد الوفيات والمواليد والوفيات، لازم ناخد يعني مصطلح مرتبط بالوفيات والمواليد. هذا المصطلح يطلق عليه الزياده الطبيعيه. لو جالنا سؤال في الامتحان، ما المقصود بالزياده الطبيعيه دكتوره؟ هجاوب ازاي على السؤال ده؟ هو الفرق بين معدلات المواليد ومعدلات الوفيات. دايما انا بدي مثال حلو قوي كده وانا قاعده شغاله في الفصل، واقول احنا مثلا المصريين عددنا 100 مليون، اتولد عندنا 2 مليون ومات مليون، يبقى الزياده الطبيعيه بتاعتي كام؟ هو 1 مليون بس. يبقى هنبقى مليون 100 مليون وواحد، يعني 101 فرد. ليه؟ لان انا عندي العدد الثابت بتاعي 100، اتولد 2 مليون يعني هنا زاد 200، 2 مليون، لكن حصل وفيات في 100 في مليون واحد، يبقى الزياده عندي 1 مليون فقط. يبقى هنا اقدر اطلع بتعريف اسمه الزيادة الطبيعية. هو الفرق، كلمة الفرق دي يعني نعمل عملية ماينس ناقص. الفرق بين معدلات المواليد ومعدلات الوفيات. اتولد عندي 2 مليون لكن اتوفى مليون، يبقى الزيادة السنة دي هتبقى مليون واحد بس. تمام. هنا يا أولاد طبعا بنلاحظ ملاحظة مهمة جدا جدا، أن الزيادة الطبيعية بتقل معدلاتها في الدول المتقدمة. يعني مثلا لو مسكنا دول أمريكا الشمالية على سبيل المثال، هنلاقي الزيادة الطبيعية فيها قليلة. ليه؟ لأن معدل المواليد فيها 17 في الألف، ومعدل الوفيات 7 في الألف. لما نطرح 17 من 7 هتطلع معدل الزيادة الطبيعية 10 في الألف، وده معدل يعتبر متوسط مش كبير قوي. لو مسكنا قارة إفريقيا هنلاقي معدلات الزيادة الطبيعية عالية جدا. ليه؟ لأن معدل الوفيات أو المواليد 36 في الألف، ومعدل الوفيات منخفض نسبيا. المواليد 36 والوفيات 10، يبقى الزيادة الطبيعية 36 ناقص 10 يبقى 26 في الألف. طبعا نسبة مرتفعة جدا لو قررناها بأمريكا الشمالية. الوضع يا دكتورة يعني هنا القاعدة دي بتشذ في قارة أوروبا. قارة أوروبا لها وضع خاص في الزيادة الطبيعية. هي ما عندهاش زيادة طبيعية، الزيادة الطبيعية بتساوي زيرو عندها، صفر. ليه؟ لأن معدلات المواليد في قارة أوروبا 11 في الألف، ومعدلات الوفيات برضه 11 في الألف، يعني ما فيش زيادة طبيعية. 11 ناقص 11 زيرو، صفر. دايما الأولاد يضحكوا، إيه ده هما مثبتينها إزاي؟ يعني إزاي واحد يموت واحد يتولد؟ هما مدركين جدا إن الزيادة الطبيعية دي بتؤدي إلى اختلال في توازن الشعب هناك وضغط على موارد الدولة. فبالتالي هم مدركين تماما ان كل اسره بتنجب طفل واحد مثلا، يعني كل اسره مش سنويا بتنجب طفل، لا ده هي بتكتفي بطفل واحد. فبالتالي عندها ثبات في النمو السكاني وثبات في الزياده الطبيعيه، عشان معدلات المواليد بتساوي معدلات الوفيات، فبالتالي الزياده الطبيعيه بتاعتهم 0%، مفيش. تمام. ننتقل الى العنصر الاخير من الخصائص الديموغرافيه لسكان العالم. هذا العنصر هو التركيب العمري والنوعي. في الواقع يا اولاد احنا التركيب النوعي الى ذكور واناث مش مقرر علينا، ولكن المقرر علينا في ثالثه اعدادي هو التركيب العمري. يعني ايه كلمه تركيب عمري؟ كلمه تركيب عمري معناها دراسه عدد ونسبه كل مجموعه من سكان المنطقه بعد تقسيمهم الى فئات عمريه محدده. يعني لو جيت تعريف ده وقال لنا ما المقصود بالتركيب العمري، هنقول هو دراسه عدد ونسبه كل مجموعه من سكان المنطقه بعد تقسيمهم الى فئات عمريه محدده. طبعا احنا عارفين يا اولاد ان التركيب العمري لسكان العالم هنقسمه الى ثلاث فئات يا دكتوره. عاوزين نشوف الفئات ده مع حضرتك. اول فئه هي فئه صغار السن. فئه صغار السن دول اللي هم تحت 15 سنه، اطفال والرضع والمراهقين. بعد كده بنروح لفئه المتوسطين اللي هم من 15 لاقل من 64، يعني 64 واقل، ما وصلتش لسه ل 65. فئه كبار السن من 65 لما فوق. دي الثلاث فئات اللي انا بشتغل فيهم على الفئات العمريه. عايزه اثبت شويه معانا الجدول ده يا استاذ محمود، وندي شويه مهارات تفكير عليا للولاد. لو جينا قلنا مثلا في اي المجتمعات ترتفع نسبه صغار السن، هل المجتمعات المتقدمه اللي بتعاني من تقدم ولا المجتمعات الناميه؟ يعني لو انا جبت لك مثلا الى اي فئه او الى اي مجتمعات تنتمي الفئه الاكبر في صغار السن، انا كل ما كانت صغار السن دول موجودين عندي يبقى بتدل على ان المجتمع ده مجتمع نامي، يعني مجتمع مش مدرك ان الزياده في المواليد بتؤثر على معدلات النمو الاقتصادي للدوله. فمعنى كده انه الاطفال لو زادت في اي مجتمع ده جرس انتباه كده بنقول للناس خدوا بالكم المجتمع ده مجتمع نامي، لان انتوا مش مدركين ان نسبه الاطفال دي بتعيق التنميه الاقتصاديه الموجوده جوه الدوله. لان زي ما قلت ان الدوله بتتكلف اعباء كثيره من اجل توفير لهم الغذاء والصحه والتعليم.
فمعنى كده انه لو ارتفعت فئه صغار السن في اي دوله ده مؤشر ان الدوله دي دوله ناميه. طب لو ارتفعت فئه كبار السن، هنا بقى انا بدور كبار السن، يبقى الناس دول بتهتم جدا بالرعايه الصحيه، يبقى دي على طول دوله متقدمه زي دول قاره اوروبا. زي ما احنا خدنا من شويه ان اوروبا بترتفع فيها نسبه الوفيات لارتفاع عدد كبار السن. بالظبط، هي يعني فئتين ممكن الاقيهم في الدول المتقدمه، فئه صغار السن، فئه المتوسطين اللي هم من 15 لاقل من 64، وفئه كبار السن. دول لو الاثنين دول كبار في اي دوله يبقى على طول ده مؤشر ليا ان الدوله دي دوله متقدمه. لكن العكس صحيح، لو فئه صغار السن هي اللي زادت يبقى الدوله دي دوله على طول ناميه. والدليل على كده يا دكتوره لو احنا شفنا مصر مثلا نلاقي نسبه صغار السن 32%، اما في السويد وهي دوله اوروبيه بنلاقي نسبه صغار السن هناك 17%، ففي فرق طبعا بين في فرق الدولتين النص حوالي على النص طول. تقريبا. بالظبط، اما كبار السن فنلاقي كبار السن في الدول المتقدمه 17% وفي الدول الناميه بتوصل ل6%، وده دليل اخر على ارتفاع نسبه كبار السن في الدول المتقدمه. دي حقيقة. هنا يا دكتوره سؤالين مهمين جدا لازم اقولهم قبل ما نخرج من النقطه دي. سؤال اول يمكن حضرتك جاوبت عليه اللي هو بيقول ما النتائج المترتبه على ارتفاع نسبه صغار السن في المجتمعات؟ تمام، ده طبعا بيزود اعباء الدوله، لان الدوله بتتحمل تكاليف كتيره جدا من اجل توفير الرعايه الصحيه والتعليم والغذاء. واحد يقول لي ايه ده، هما ازاي الدوله بتغذي الاطفال دي؟ يعني احنا عندنا الدول الناميه بتوفر اللبن المدعم للاطفال صغار السن، فده تكاليف على الدوله. واحد يقول لي اه طب احنا بندفع ثمن اللبن ده، اه بس اللبن ده مدعم، يعني اللبن ده بيتباع بره مثلا بمبلغ انت بتاخده باقل من كده بكتير. فالدولة بتكلفك أو بتتكلف علشان صغار السن دول يتعلموا تعليم كويس، عندنا مجانية التعليم، علشان يتربوا تربية ويتنشأوا تنشئة صحيحة، كمان عندنا غذاء كويس اللي هو اللبن المدعم للأطفال، زائد الصحة، التطعيمات اللي الدولة بتعملها لصغار السن حتى وانتوا في المدارس، مش بيجي ساعات كده الدكتور يقول في حملة تطعيمات نازلة للمدارس، كل الحاجات دي الدولة بتقدمها مجانا مقابل ان انا ما يبقاش عندي امراض موجودة لهؤلاء الأطفال. معنى كده ان الدولة بتتكلف تكاليف باهظة من اجل توفير الغذاء والصحة والتعليم لهؤلاء الأطفال. إذن فئة صغار السن بترتفع، هذه الفئة في الدول النامية، فئة كبار السن بترتفع في الدول المتقدمة، أما الفئة المتوسطة اللي هي البالغون هذه الفئة دكتورة متقاربة تقريبا بين معظم الدول، وإن كانت تزيد في دول غرب أوروبا عن دول إفريقيا. دي حقيقة، لأن هما زي ما اتفقنا بيهتموا جدا بأن يكون عندهم ثبات في معدلات المواليد. ده يا ولاد فيما يتعلق بالخصائص الديموغرافية لسكان العالم. ننتقل إلى النوع الثاني من الخصائص وهي الخصائص التعليمية لسكان العالم. هنا بنقيس الخصائص التعليمية بنسبة الأمية ونسبة المتعلمين في الدول، وإحنا عارفين كلمة أمية معناها عدم معرفة الإنسان للقراءة أو الكتابة أو كليهما معا، يعني اللي ما يعرفش يقرأ دكتورة إحنا بنقول عليه أمي، أو اللي ما يعرفش يكتب بنقول عليه أمي، يعني في واحد بيعرف يقرا وما يعرفش يكتب، وفي العكس بيعرف يكتب ما يعرفش يقرا، وفي واحد لا يعرف يقرا ولا يعرف يكتب، كل هذه الحالات بنطلق عليها ايه؟ أمية. تمام. نسبة الأمية يا دكتورة بنقيسها في الأفراد في أي دولة فوق ال 15 سنة. دي حقيقة، وبندور على الدول المتقدمة بنلاقي نسبة التعليم فيها عالية جدا 95%. معنى ايه الكلام ده؟ يعني 95% من الشعوب اللي بتعيش في الدول المتقدمه دي ما عندهاش نسبه اميه اصلا. حتى دايما اقول للاولاد ال 5% بقى اللي هم مش متعلمين دول في دول اوروبا يا استاذ محمود، تخيل مش متعلمين، هم مش بيعرفوا يقروا ويكتبوا؟ لا، كمبيوتر. بالظبط، ما عندهمش مهارات استخدام التكنولوجيا الحديثه. بمعنى ان هم ما بيقدروش يتعاملوا مع الانترنت، ما بيقدروش يتعاملوا على الموبايلات او على اجهزه الحاسب الالي. فيعني معنى كده ان الناس في اوروبا والدول المتقدمه زي ما دايما بنقول دي ناس بتهتم جدا بالتعليم. يعني الأمية هناك يا دكتورة ممكن تعرفها عدم قدرة الإنسان التعامل مع الحاسب الآلي. بالظبط، على استخدام التكنولوجيا بصفة عامة، يعني أي حاجة فيها تكنولوجيا هم مش بيعرفوا يستخدموها، دي نسبة 5% بس. لكن ال 95% من الناس اللي عايشة في الدول المتقدمة دي ناس بتتمتع بكل المزايا في التعليم والتكنولوجيا وكل مجالات الحياة، فبالتالي هم مختلفين عننا في كل حاجة.
يعني دول أمريكا الشمالية وروسيا واليابان وغرب أوروبا تبلغ نسبة المتعلمين 95% من جملة السكان. أما في دول أمريكا الجنوبية بصفة عامة ودولة جنوب أفريقيا في أفريقيا والصين في آسيا بلغت نسبة المتعلمين حوالي 75%، وتبلغ هذه النسبة من 40 إلى 60% في معظم دول أفريقيا وفي دولة الهند في آسيا. أما في مصر فقد ارتفعت نسبة المتعلمين ووصلت 65%، والسؤال ده دكتورة دايما بيجي بما تفسر؟ طبعا لاهتمام الدولة بإنشاء المدارس والجامعات والاهتمام بتعليم الكبار ومحو الأمية. عندنا في مصر في مدارس كتير، في جامعات كتير، بنعمل مراكز لمحو الأمية وتعليم الكبار، فبالتالي النسبة عندنا بتقل جدا. بيجينا دايما سؤال يا أستاذ محمود، الدرس ده كله نسب، طب نعمل إيه؟ النسب هنا للاستدلال مش الحفظ فقط، طبعا، مش للحفظ عشان الولاد بس ما لا احنا يدخلوش بنقولها بس مدارس، عشان ايه، تبقى وسيلة للاستدلال برضه. نعرف اكبر قارات اصغر بالظبط قارات كده يعني. بالظبط، عشان نستدل بيها مش اكتر، لكن مش هيطالب بالولاد طبعا بحفظ. هنا دكتورة في بعض العوامل التي تؤثر في معدل تعليم الإناث على مستوى العالم. دي حقيقة، زي بعض العادات والتقاليد. يعني مثلا على سبيل المثال الهند، البنات ما بتخرجش تتعلم يا أستاذ محمود إلا على إيد الآباء والأجداد. يعني البنت مثلا في بعض المجتمعات الهندية، مش كل المجتمعات الهندي، مثلا على سبيل المثال العادات والتقاليد دي بتؤثر على تعليم الناس. أنا مش قادرة أخرج أتعلم إلا على إيد الوالد أو الجد، فمعنى كده إن أنا مش هعرف أتعلم. يبقى بعض العادات والتقاليد والموروثات الثقافية في بعض البلدان بتؤثر على نسبة التعليم، وخاصة في الإناث. ده بالنسبة للناس، وفي برضو العادات السيئة دكتورة زي زي الزواج الزواج المبكر المبكر. بيأثر بالظبط برضو في نسبة تعليم الإناث في العالم. طبعا، لان في ناس كتير قوي بتفضل الزواج عن انها تتعلم، فبالتالي نسبة التعليم بتبقى قليلة جدا، وخاصة زي ما قلنا بين الإناث. ننتقل إلى القصائص الصحية لسكان العالم، ويمكن هنا يا أولاد هنقسم دول العالم إلى 3 مستويات حسب الرعاية الطبية. قسمنا الدول دي حسب الرعاية الطبية، مش بالتقدم العلمي بتاع الدول، لا حسب عدد الأطباء. يعني بص يا دكتورة، لأن النقطة دي فيها إيه، لبس شوية عند بعض الطلاب. هل إحنا مثلا لما نقول دولة زي الأردن، الأردن دولة مثلا بتصنف مرتفعة، مرتفعة في الرعاية الطبية، هل التصنيف ده بيدي يعني فرصة إن إحنا نقول إن دي الأردن دولة دي متقدمة؟ متقدمة جدا طبيا؟ لا خالص، احنا بنقول التصنيف ده تبعا لكل كام طبيب لكل مواطن، يعني معدلات الأطباء بالنسبة لعدد المواطنين. هنقسمهم كام فئة يا دكتورة؟ هنقسمهم ثلاثة، في فائقة الرعاية الصحية، يعني ناس عندهم رعاية صحية فائقة زي دول غرب أوروبا وزي روسيا، دي دول متقدمة جدا، وأمريكا الشمالية. في دول مرتفعة الرعاية الصحية زي مصر، الأردن، الإمارات، دي نسبة مرتفعة الرعاية الصحية. وفي دول بنقول عليها منخفضة الرعاية الصحية زي النيجر، زي أثيوبيا، زي نيبال، في دي آسيا. كلها بالضبط، دي كلها دول بنسميها منخفضة الرعاية الصحية. وفي سؤال هنا دايما بيجينا في المنطقة دي كده ويلخبط الولاد، يقول جميع الدول الآتية مرتفعة الرعاية الصحية ما عدا مصر، الأردن، الإمارات، نيبال. يبقى أنا هنا هختار نيبال، لأن إنها مصر منخفضة. والأردن من الرعاية الصحية المرتفعة، بينما المنخفضة نيبال. يبقى أنا هنا لازم ومطالب إن أنا أحفظ كل فئة فيها مين من الدول. يعني أنا مثلا عندي إن في أمريكا الشمالية دي دول فائقة الرعاية الصحية، طب لو أنا شلت أمريكا الشمالية وحطيت لك الولايات المتحدة الأمريكية، تقدر تحل السؤال؟ دي مهارات تفكير عليا. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية من أهم الدول في أمريكا الشمالية، يبقى لازم يكون عندها رعاية صحية فائقة. نفس معانا تليفون، صح؟ طيب ناخد رأي أحمد من الجيزة. ألو، الو، أهلا بيك يا أحمد. اهلا بحضرتك. بدأت المراجعة النهائية ولا لسه؟ تمام، عندك أسئلة ولا عاوز تسأل؟ لا عايز اسال. طيب معاك الدكتورة إيلاريا. طيب ازيك يا أحمد؟ الحمد لله. لو جيت قلت لك يا أحمد سؤال في الرعاية الصحية، تمام؟ ذاكرتها ولا لسه؟ لسه؟ طيب نرجع شوية، ولو جيت سألتك يعني إيه زيادة طبيعية؟ زيادة طبيعية في عدد المواليد وعدد الوفيات. الفرق بين عدد المواليد وعدد الوفيات. طيب هي من كانت مين أعلى قارة في عدد المواليد؟ أعلى قارة في عدد المواليد أفريقيا. برافو عليك. ومين أقل قارة؟ أوروبا. طب مين القارة اللي ما عندهاش زيادة طبيعية؟ زيرو. أوروبا. برافو عليك. طب ايه مقترحاتك من اجل انخفاض نسبة المواليد في قارة افريقيا؟ واوعى تقول هنقتل الناس يعني. عشان نسبة المواليد؟ عايزين نعمل انخفاض لنسبة المواليد في قارة افريقيا. ننصح بعدم الزواج المبكر للإناث. برافو عليك، ممتاز. ايه كمان؟ وبناء يعني زيادة التعليم
يعني محو الأمية. برافو عليك، اكسلنت، ممتاز. ايه كمان؟ والاهتمام بالتعليم. طيب ممكن أسأل سؤال؟ ايه رأيك في إبادة العناصر الضعيفة والمستضعفة من العالم؟ ايه رأيك في إبادة العناصر الضعيفة والمستضعفة في العالم؟ يعني ان انا ملاقي كده مثلا سلالة ضعيفة ومعرضة للانقراض فانا اعمل لها إبادة عشان خلاص بقى يعني تنقرض. لا طب ما انا ممكن انميها انا واعملها في مجموعة لوحدها انميها واخليها تتكاثر مع بعضها. برافو عليك، واعمل لها ايه بقى؟ مش عايزة اعمل لها حاجة لوحدها عشان ما تبقاش هي في حالة عزلة. اخليها تختلط مع السلالات الاخرى. برافو عليك، ممتاز، ميرسي جدا ليك يا احمد. منتظرين منك العشرين من عشرين يا احمد. ان شاء الله. شكرا ليك يا احمد. نرجع تاني دكتورة، كنا وصلنا لحد الرعاية الطبية، ويمكن في معلومة عاوز أقولها برضو لأولادي دكتورة، إن إحنا في الدول الفائقة في الرعاية الطبية 300 طبيب لكل 100 ألف نسمة من السكان، أما في الرعاية المرتفعة حوالي 200 طبيب لكل 100 ألف نسمة من السكان، في الرعاية المنخفضة 10 أطباء فقط لكل 100 ألف نسمة من السكان. يمكن الأرقام دي مش موجودة في الكتاب، بس إحنا حابين نقولها ليه؟ علشان نأكد المعلومة اللي بتقول واللي عندنا في المنهج بتاعنا، ان احنا قسمنا الدول دي حسب عدد الاطباء وليس حسب المستوى الطبي اذا كان متقدم او متوسط او منخفض. الدول الفائقة دول غرب اوروبا وروسيا وامريكا الشمالية واليابان، الدول المرتفعة مصر والاردن والامارات، الدول المنخفضة في الرعاية الطبية وهي النيجر واثيوبيا ودولة نيبال في اسيا. ننتقل يا دكتورة للعنصر الأخير من الخصائص الديموغرافية لسكان العالم. العنصر ده يا أولاد بيتكلم عن الخصائص الاقتصادية لسكان العالم، وهنا سؤال مهم جدا جدا، ويمكن السؤال ده يا دكتورة يعتبر يعني مخفي شوية في الكتاب وبعض الطلبة بتقف قدامه كتير، بما تفسر تختلف الخصائص الاقتصادية لسكان العالم من دولة إلى أخرى بسبب اختلاف الانشطه الاقتصاديه. تمام. الخصائص الاقتصاديه انا دايما الخصائص الاقتصاديه الحاجه الميزه اللي بتميز السكان دول، فانا بربطهم بالحاجه اللي بيشتغلوها، النشاط الاقتصادي. تعالوا نقارن كده بين دوله مثلا بتشتغل في الصناعه ودوله تانية بتشتغل في الزراعه، هل الدخل اللي بيجيبه الفرد في الدوله الصناعيه دي هو نفس الدخل اللي بيجيبه الفرد في الدوله الزراعيه؟ اكيد لا. فالمستوى الاقتصادي بيختلف تبعا النشاط الاقتصادي اللي الانسان بيمارسه في الدوله زائد دخل السكان. طبعا. يعني دكتوره في معانا جدول او رسم بياني في الكتاب بيوضح لنا دخل او متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي على مستوى قارات العالم، ومن خلال الرسم البياني بنشوف ان قاره استراليا او الاقيانوسيه بتصل الى المرتبه الاولى 30.1 من 10 ألف دولار سنويا، بتاتي بعدها قاره اوروبا 30 ألف دولار ده نصيب الفرد من الدخل القومي، ثم امريكا الشماليه 16 ألف دولار، اما قاره امريكا الجنوبيه 12.6 من 10 ألف دولار، واسيا 10.4 من 10 ألف دولار، وتاتي قاره افريقيا في ذيل قارات العالم من حيث نصيب الفرد من الدخل القومي حيث بلغت 4.5 ألف دولار. طبعا الارقام دي متفاوته جدا جدا لما نشوف 30.1 من 10 ألف دولار في استراليا ونشوف في مصر في افريقيا 4.5 ألف دولار. طبعا فرق كبير جدا، وده طبيعي، دوله زي قاره زي الاقيانوسيه بتشتغل في الصناعه، صناعات متقدمه جدا، هنجيبها زي قاره زي قاره افريقيا فيها صناعات بدائيه وزراعه بدائيه؟ اكيد لا. فالنشاط الاقتصادي هو اللي بيخلي دخل الفرد يختلف من قاره الى قاره وبالتالي من دوله الى دوله. هنا يا دكتوره هنقسم دول العالم الى اربع مستويات حسب الدخل الاقتصادي. دي حقيقه، عندنا دول ذات دخل اقتصادي مرتفع زي دول غرب اوروبا، زي دول امريكا الشماليه، زي روسيا، دي كلها ذات دخل اقتصادي مرتفع جدا، طبعا استراليا معاهم، وبنصنف الخليج العربي ضمن هذه الدول. دي حقيقه، وهنا بقى في دول عربيه بتخش ضمن الموضوع ده اللي هي دول فائقه او مرتفعه الدخل الاقتصادي. دول الخليج العربي اللي بتتحكم في البترول لان عندها نشاط البترول بيدخل دخل كبير جدا، فدول الخليج العربي تدخل ضمن الدول ذات الدخل الاقتصادي المرتفع. معنى كده ان الدول العربيه هو ليها مكانه في الدخل الاقتصادي. عندنا دول بنقول عليها فوق المتوسط. فوق المتوسط دي يعني فيها مين؟ فيها تركيا على سبيل المثال، فيها المكسيك، فيها شرق اوروبا. دي المناطق اللي فيها دخل فوق المتوسط. طب الدخل الاقل من المتوسط هتستغربوا جدا ان مصر والمغرب اقل من المتوسط. هتستغربوا اكتر لما تلاقوا الصين اقل من المتوسط. واحد يقول الصين عشان عدد السكان برضو. بالظبط كده.
كده. انا هنا عندهم مشكله سكانيه لان عندهم موارد بس عندهم عدد كبير جدا من السكان، عدد كبير جدا من السكان ده بيلتهم الموارد، فبالتالي برضو عندهم مشكله اقتصاديه. البرازيل برضو، اوكرانيا، البرازيل اوكرانيا من الدول اللي بنقول عليها اقل من المتوسط. في بقى دخل الاقتصادي المنخفض الزراعي زي باكستان مثلا، دي دول ذات دخل اقتصادي منخفض جدا. الدول دي بتعاني من مشاكل كتير جدا في السكان نتيجه عجز في الموارد وعجز في الخدمات، فبالتالي بتصنف لاقل من المتوسط. وممكن نضيف برضو دوله الكونغو في افريقيا. والكونغو في افريقيا احنا ممكن نحفظ لنا دولتين، باكستان في اسيا والكونغو في قاره افريقيا. بس دكتوره هنا مهم جدا نحفظ الدول كلها، ربما جاب لنا في الاختياري بالظبط وفي اختيارات ممكن يقول لك ما عدا يعني مثلا جميع الدول الآتية ذات دخل اقتصادي أقل من متوسط ما عدا، يعني مطالبين بحفظ الدول دي بالظبط. مهم جدا ان احنا نعرف من كل قارة في مين موجود معانا من الدول علشان نقدر نصنفهم. وممكن يجي لنا سؤال تصنيف، صنف الدول اللي أمامك لدول ذات دخل اقتصادي مرتفع، منخفض، متوسط، أقل من المتوسط. ننتقل إلى آخر جزئية في منهجنا، منهج الجغرافيا. الجزئية دي بتتكلم عن مصطلح قوة العمل، ويمكن يا أولاد المصطلح ده خدناه في سنة تانية في الجغرافيا. قوة العمل يا دكتورة مصطلح مهم جدا بالنسبة لنا. هو عدد الأفراد في سن العمل يعني من 14 ل 65 أو أقل من 65 يعني عشان ما نخشش في كبار السن، القادرين على العمل أو يعملون أو يبحثون عن وظيفة. يعني هم في سن العمل من 15 ل 64 عشان نصنفهم نقول دول تبع قوة العمل، لابد أن يكونوا في سن العمل وقادرين على العمل. بالظبط، قادرين على العمل، يبحثون عن وظيفة أو فعلا بيشتغلوا فعليا. بالظبط، هي دي تعريف قوة العمل، والتعريفات المهمة جدا عندنا في المنهج هو تعريف قوة العمل. يعني ممكن يا دكتورة مثلا لو قال لنا مثلا إيه، فرد يبلغ من العمر 30 عاما ولكنه يعاني من أمراض تمنعه عن العمل، هل يصنف تبع قوة العمل؟ لا، إحنا قلنا قادرين على العمل. يعني قادرين على العمل دي ان انا قادر ان انا اشتغل. فده مدام قادر ان انا اشتغل يبقى دخلت جوه دائره قوه العمل. طب انا مش قادر على العمل يبقى دخلت في حته ثانيه خالص اسمها البطاله، وفي حاجه ثانيه اسمها الاعانه، ان انا شخص بيعول هذا الشخص، بيصرف عليه او بينفق عليه. طب لو قلنا برضه دكتوره مثال اخر، لو شخص يبلغ من العمر مثلا 20 عاما وقادر على العمل ولكنه يبحث عن وظيفة أو عن عمل، هل يصنف تبع قوة العمل؟ قوة عمل ده بيبحث أهو، الراجل شقيان أهو بيتعب عشان طالما قادر على العمل وفي سن العمل يصنف تبع قوة العمل. بالظبط. طب هو في سن العمل ولكن يدرس، يعني هنا بقى الموضوع مختلف، هو في سن العمل أهو بس طالب. هنا دام طالب خلاص هو لا بيعمل ولا بيبحث عن عمل، ده هو طالب يبقى أصبحش قوة عمل. وهنلاحظ ملاحظة هنا يا أولاد، أن الدول العظمى أو الدول المتقدمة والغنية بيعمل معظم سكانها بالصناعة، أما الدول النامية الفقيرة بيعمل معظم سكانها بالزراعة وبالأنشطة الثانوية زي الرعي والصيد وقطع الغابات إلى آخره. يمكن لاحظنا يا أولاد أن دول أفريقيا زي دولة إثيوبيا يبلغ فيها عدد العاملين بالزراعة 80% من جملة السكان. أيضا عدد العاملين بالزراعة بيصلوا من حوالي إلى حوالي 60% في بعض الدول الأخرى، وطبعا أقل ما يعملون بالزراعة في دول غرب أوروبا تصل نسبتهم إلى حوالي 10% من سكان العالم. هنا يا دكتورة نقطة مهمة جدا جدا، هل إفريقيا لو استطاعت أن تستغل مواردها الاقتصادية سواء ثرواتها المعدنية أو الثروات الأخرى، تمام، هل يمكن أن تنهض بشعوبها لتصل إلى مستوى الدول المتقدمة؟ دي حقيقة، وهتتحول قارة أفريقيا من أحد قارات العالم النامي إلى أحد قارات العالم المتقدم. ما ننساش أن قارة أفريقيا فيها حوالي 1,100,000,000 نسمة، يعني فيها قوة بشرية كبيرة جدا. ما ننساش أن قارة أفريقيا فيها موارد اقتصادية ضخمة جدا. ما ننساش أن قارة أفريقيا بتتحكم في المياه في العالم. فمعنى كده أن أنا عندي قارة بتمتلك كل المقاومات سواء البشرية أو الطبيعية، طب ليه ما تشتغلش في قوة العمل لو احنا حصلنا لها تنمية اقتصادية في هذه القارة؟ طيب ناخد ندى من سوهاج. الو الو، اهلا بيك يا ندى. اهلا بيك يا استاذ. خلصتي الدراسات تمام؟ بس لسه في البراجة دلوقتي. ربنا يوفقك ان شاء الله. عندك اسئلة ولا عايزة تسألي؟ لا عايزة اسأل. طيب معاك الدكتورة ايلاري هتسألك. ازيك يا ندى؟ ازيك يا مس، عاملة ايه؟ الحمد لله. تحبي اسألك تاريخ ولا جغرافيا؟ لا جغرافيا. جغرافيا؟ طيب ايه اكتر درس انت مذاكراه؟ اي درس؟ طيب هقول لك، جميع الجبال الاتيه تقع في قاره افريقيا ما عدا. جميع الجبال الاتيه تقع في قاره افريقيا ما عدا كينيا، كليمنجارو، دراكنزبرج،
جبال الهيمالايا؟ جبال الهيمالايا تقع في قارة آسيا مش في قارة أفريقيا. تمام. طب ده سؤال سهل وجميل ورائع، وحبينا بس نعرف بيه مستواك. طب لو جيت قلت لك تخيلي ان انت في رحلة من اقصى شمال قارة آسيا حتى اقصى جنوب قارة آسيا، من اقصى الشمال لاقصى الجنوب في الوسط، على اي الاقاليم وعلى اي الظاهرات الجغرافية هتمري في وسط قارة آسيا من الشمال للجنوب؟ في الوسط. هاتي من الشمال للجنوب، يعني خليكي دايما بتمشي بترتيب كده طولي. شمال ممكن من الغرب الشمالي كده يبقى اقليم البحر المتوسط. تمام. ساعتيها من الشمال كمان شويه فوق، اطلعي فوق. وكمان الشرق القاره يبقى اقليم شرق الصيني. الصيني. وبعد كده في الجنوب في افريقيا عند اثيوبيا، هضبه اثيوبيا في اقليم البحر المتوسط برضو. خدي بالك يا ندى، احنا بنتكلم على قاره اسيا. اسيا. اسفه جدا. لا ولا يهمك. واللورانسي فوق فوق ممكن الصيني. برافو. وجزر اندونيسيا يبقى كليم استوائي. ممتازه رائعه. وضع اقليم التاندرا في الشمال عند محيط القطب الشمالي. طيب دي الاقاليم يا ندى. لو جيت قلت لك الظاهرات الجغرافيه، هتيجي السهول الموجوده في قاره اسيا؟ في سهول ساحليه تقع على على سواحل المحيط القطب الشمالي. تمام. والمحيط الهندي والمحيط الهادي. والبحر الاحمر. وسهول فيضيه ممكن زي سيبيريا او بيانسيلينا، وهي سهول متسعه. برافو عليكي. وسهول منشوريا وسهول شرق الصين اللي هي واللي يجري فيها نهر اليانجاتسي. ممتازه، برافو عليكي، رائعه يا ندى، ميرسي جدا ليكي، ومنتظره منك الدرجه النهائيه. شكرا ليكي يا ندى. بكده اعزائي الطلاب انتهينا من منهج الجغرافيا، وانتهينا من منهج الدراسات بصفه عامه لهذا العام. ان شاء الله باذن الله هنبدا معاكم مراجعات من الحلقه اللي جايه، استنونا في نفس الميعاد. دكتوره ايلاريا، كان في بعض الاسئله اللي حبايبنا سابوها على الجروب بتاعنا، عايزين نشوف الاسئله دي وحلها. طيب احنا معانا سؤال من هاجر علاء الدين، بيقول ماذا يحدث اذا لم يصدر السلطان العثماني منشور باعلان عصيان احمد عرابي؟ طبعا كان هينتصر احمد عرابي والجيش المصري في التل الكبير. ليه؟ لان اصدار السلطان العثماني منشور بعصيان احمد عرابي ادى الى انخفاض الروح المعنويه لدى الجنود المصريين، مما ادى الى الهزيمه في التل الكبير. ده سؤال هاجر. في سؤال تاني بيقول انا مش عارفة احدد الاماكن على الخريطة اللي فيها تركز وقلة السكان، احددها ازاي يا ميس إيلاريا؟ الاماكن احنا اتفقنا اللي فيها تركز في السكان هنلاقيها دايما المناطق المعتدلة والمناطق الساحلية والمناطق اللي فيها سهول فيضية. احنا عارفين المناطق اللي فيها سهول فيضية، مثلا على سبيل المثال زي نهر النيل في مصر والسودان، دي مناطق تركز. المناطق اللي ما فيهاش سكان هنلاقيها المناطق الصحراويه والمناطق المتجمده والمناطق اللي فيها غابات استوائيه. طيب ناخد دكتوره بعد اذنك مروه من المنيا. الو الو الو، معانا مروه؟ مروه مشكله في الاتصال. طب الحقيقه عودينا تاني يا مروه قبل ما نخلص الوقت بتاعنا. طيب نرجع تاني لاسئلتنا دكتوره على الجروب. في كمان سؤال، هي التواريخ ومساحات القارات ونسب السكان والحاجات دي حفظ يا ميس إيلاريا؟ احنا قلنا ان التواريخ مهمه جدا لسؤال الترتيب، مساحات القارات برضو مهمه لان انا ممكن اسالك مين اكبر قاره ومين اقل قاره من حيث المساحه. نسب السكان لا، للاستدلال فقط، يعني اي حاجه فيها بروسنت، اي حاجه فيها نسبه مئويه دي اعتبرها بس للاستدلال فقط. كمان في سؤال بيقول دلل تاريخيا على صحه العباره، ازدواج السلطة السياسية في مصر بعد الاحتلال البريطاني. طب ناخد فادي الأول دكتورة، معلش، من القاهرة. ألو. اتفضل. ألو. أهلا يا فادي. كمان. خلصت الدراسات ولا لسه؟ لا لسه مخلص في التاريخ. لسه بتخلص في التاريخ. ربنا يوفقك إن شاء الله. عندك أسئلة ولا عايز تسأل؟ لا عايز أتسأل. طيب معاك الدكتورة إيلاريا. خلينا يا فادي مع السؤال اللي جالنا دلوقتي، بيقول دلل تاريخيا على صحة العبارة، ازدوجت السلطة السياسية في مصر بعد الاحتلال البريطاني. هو كان مين بيحكم مصر بعد الاحتلال البريطاني يا فادي؟ خديوي توفيق. تمام، ومين كمان؟ يعني خديوي توفيق ده كان سلطة ايه؟ عثمانية. لا احنا قلنا سورية ولا فعلية؟ لا سورية. برافو عليك. وكانت كل حياته بتتلخص في ان هو يعمل ايه؟ يعتمد قرارات المعتمد البريطاني. اه صح. السلطة الفعلية كانت في ايد مين؟ المعتمد البريطاني. اللي كان اسمه؟
لا فاكر اسمه؟ اول معتمد بريطاني المصري كان اسمه ايه؟ فاكر اسمه؟ بريطاني؟ لا مش فاكره. اسمه اللورد كرومر. اسمه اللورد ايه؟ كرومر. يبقى السلطه الفعليه في مصر كانت في ايد المعتمد البريطاني، اما السلطه الشرعيه كانت في ايد الخديوي توفيق. ميرسي جدا ليك يا فادي. وفادي كده جاوب على السؤال اللي بيقول دلل كانت في ازدواجيه في السلطه بعد الاحتلال البريطاني. في سؤال كمان معانا، احنا كنا حاطين مجموعه من الاسئله استاذ محمود، قلنا ان احنا هنحاول عن نجاوب عليها. كمان في سؤال بيقول ما رايك، قلنا خلاص في السلطان العثماني. في سؤال كمان بيقول ما رايك في موقف السلطان العثماني اثناء الثوره العرابيه؟ طبعا هو اعلان منشور عصيان عرابي، احنا برضو قلنا ان هو ادى اعلان السلطان العثماني اعلان عصيان احمد عرابي الى انخفاض الروح المعنويه، وبالتالي هزيمه الجيش المصري في التل الكبير. في سؤال تاني بيقول ما رايك في تدخل بريطانيا لاسقاط الوزارات المصريه؟ طبعا هنا تدخلت بريطانيا في حادثه 4 فبراير سنه 42 لاسقاط الوزاره القائمه وتعيين وزاره مصطفى باشا نحاس، وهذا يعد تدخل شديد في شؤون مصر الداخليه. يعني انا هبدا بيه، يعد هذا تدخل شديد. نفس الاجابه دكتوره قال لنا ما رايك في حادثه 4 فبراير؟ هي نفس الاجابه، لان كلاهما تدخل شديد في شؤون مصر الداخليه، لان احنا متفقين من 36 ان انهت بريطانيا احتلال مصر عسكريا، فهي ملهاش اي حاجه غير منطقه قناه السويس. فان هي تتدخل وتقول اسقطوا الوزاره القائمه وعينوا وزاره مصطفى النحاس، ده تدخل شديد في شؤون مصر الداخليه. ما رايك في الغاء معاهده 36؟ كان قرار صائب من مصطفى النحاس بعد ان تعنتت مجلس او رفض مجلس الامن قضيه استقلال مصر ووحده وادي النيل. فدي برضو كانت من الاسئله المهمه جدا. ايه رايك في الغاء معاهده 36؟ كان قرارا صائبا من السياسه او من الوزاره المصريه انذاك اللي هي وزاره مصطفى باشا النحاس، بعد قرار مجلس الامن بتعليق قضيه وحده مصر ووادي النيل. في سؤال من ساره مصطفى بتقول ميس إلاريا هو صحيح التواريخ اتلغت من علينا في ثالثه اعدادي؟ لا، التواريخ مهمه جدا يا شباب ويا ساره. الاء مصطفى بتقول بما تفسر عزل الخديوي اسماعيل وتوليه ابنه الخديوي توفيق؟ لان الخديوي اسماعيل استبعد الوزاره المختلطه في الوقت ده اللي هي وزاره نجار باشا، وابعد المراقبه الثنائيه ومال الحركه الوطنيه، فكانت النتيجه هي تدخلت بريطانيا وعزلت وعينت الخديوي توفيق. في سؤال بيقول بما تفسر تعتبر معظم شروط عقد امتياز الثاني لحفر قناه السويس شروط مكحفه للمصريين. كمان بتقول ان الاجابه دي نكتب شروط عقد الامتياز. احنا بندلل اهو ان الشروط كانت مكحفه لمصر والمصريين، ننزل بشروط حفر قناه السويس. تواريخ دراسات ثالثه اعدادي للاطلاع فقط؟ لا، التواريخ مهمه جدا يا شباب، التواريخ مش ارقام. ما رايك في مشاركه المراه في ثوره 19؟ السؤال ده مهم جدا. اظهرت المراه تغيرا اجتماعيا في المجتمع المصري عندما شاركت في اول ثوره شعبيه عام 1919. ما رايك في منح تصريح 28 فبراير استقلال مصر التام؟ تصريح 28 فبراير لم يعطي لمصر استقلالها التام، ولكن كان استقلالا ناقصا، حيث اعلن اعلان مصر دوله حره مستقله ذات السياده، انهاء الحمايه البريطانيه، الغاء الاحكام العرفيه مع وجود التحفظات الاربعه. التحفظات الاربعه دي اكبر دليل ان الاستقلال غير تام. كمان معانا سؤال بيقول راحت فين الاسئله؟ هستأذنكم. ما رأيك في تدخل بريطانيا لإسقاط الوزارات؟ احنا قلناها. طيب ناخد شاهد دكتورة الأول ونرجع للأسئلة بتاعتنا. ألو؟ ألو؟ أهلا بك يا شاهد. ازي حضرتك؟ خلصت الدراسات يا شاهد أكيد؟ بس اللي هو فاضل لي آخر جزء في التاريخ. آخر جزء في إيه؟ تاريخ. التاريخ. لسه مخلص. طب لا شد حيلك، خلاص ده احنا الامتحانات خلاص على الأبواب. طيب عاوزة عندك أسئلة يا شاهد ولا عايزة تسألي؟ لا عايزة تسألي. عايزة تسألي، طيب ماشي معاك. طيب دكتورة إيلاريا تسألك يا شاهد. بصي يا شاهد، هو في سؤال دلوقتي قدامنا بيقول ما رأيك في إرسال سلطان سليمي الأول أمهر الصناع إلى الأسدهنة؟ أنت إيه رأيك في الموضوع ده؟ وطي التلفزيون شوية بعد إذنك يا شاهد. شاهد وطي التلفزيون شوية. ده كان خطر اللي هو كده الصناعة، تدهور الصناعة. برافو عليكي. وكانت زمان صناعات رديئة وبسيطة. ممتازة، برافو عليك يا شهد. طيب ممكن نسألك سؤال كمان من الموجودين معانا على الصفحة؟ بما ان انت لسه ما خلصتيش اخر درس، فانا مش هسألك في الجامعات الفدائية اللي كانت بعد معاهدة 36. لكن ممكن اسألك سؤال. اسماء كرم بتقول ما رأيك في التوسع العمراني على حساب الغابات والحشائش الطبيعية؟ ايه رأيك في السؤال ده؟ ده يؤدي الى تبويل الاراضي الزراعية وعدم وجود اشجار وغابات. طيب بص يا شهد، انا ليا راي تاني في التوسع العمراني على حساب الغابات والحشائش.
انا شايفه ان ده بيؤدي الى اختلال في التوازن البيئي. يعني انا شايفه ان انا لما ابني على الغابات، الغابات دي مكان بيحتوي على كتير من النباتات اللي هي اصلا مصدر المياه والامطار على وجه الارض. شايفه كمان، انا وجهه نظري انا كإيلاريا يعني، شايفه كمان ان الحشائش الطبيعيه دي هي السبب الاساسي في ان ما عنديش نسبه تلوث كتيره. ولا انت ايه رايك؟ ايوه صح. لا ما احنا خلينا نتناقش، انت على فكره برضو وجهه نظرك صح. يعني اقسم اللي هو الحشائش والاشجار. بصي احنا انت هتقولي ان ده ليه فايده وليه عيب. الفايده زي ما انت قلتي كده، ان انت بتتوسعي عمرانيا وبتبني بيوت وبتعملي حضاره وبتعملي حاجات كتير على حساب البيئه. بالظبط، ولكن ده بيؤدي الى اختلال التوازن البيئي. طب نعالج ده ازاي يا شاد؟ ان التوسع ده يكون بالطرق العلميه. يعني ايه بالطرق العلميه؟ يعني المساحه اللي انا ازلها من الغابه احاول اعمل مكان منها زراعات مفيده للبيئه، زي ما بيحصل في اوروبا يا دكتوره. بالظبط. تمام يا شاد؟ تمام. اه عندك اسئله شادي تاني؟ لا شكرا. ميرسي جدا ليك يا شاهد. خلصنا الاسئله ولا لسه يا دكتوره؟ احنا معانا لسه وقت؟ هو لسه في اسئله. لا معانا دقيقه واحده بس. طيب السؤال بيقول: ما الدروس المستفاده من سياسه الاسراف التي تبعها الخديوي اسماعيل في مصر؟ طبعا سياسه الاسراف التي تبعها الخديوي اسماعيل في مصر ادت الى التدخل الاجنبي في شؤون مصر، مما ادى الى فقدان مصر استقلالها التام. طب عاوزين يا دكتوره بسرعه كده عشان خلاص الوقت، الواجب بتاعنا اللي احنا متعودين نحله، بس طبعا الواجب المره دي مختلف شويه. احنا عندنا في كتاب المدرسه في كنز اسمه تدريبات عامه على كل الوحدات، هي النماذج. النماذج. وعندنا كمان امتحانات سنين فاتت من اصحابنا، موجوده في مكتبه المدرسه، موجوده في اي مصدر خارجي. نبدا يا دكتوره بنماذج كتاب المدرسه. طبعا احنا احنا المفروض ان احنا مخلصينها الاسبوع اللي فات، كان عندنا النماذج بتاعه التاريخ، الاسبوع ده هنخلص نماذج الجغرافيا، بلس ان احنا عايزين من حضراتكم حوالي 10 امتحانات. مش كتير علينا ان احنا نحل 10 امتحانات في اسبوع، بس 10 امتحانات اكيد هنفلترهم، وفي اسئله فيها هتبقى صعبه هترفعوها لي على الجروب، وانا الاسبوع الجاي هاجي هنحل امتحانات كتير وهنحل اسئله كتير، وكمان هنقول الاسئله اللي هي وقفت قدامكم علشان الكل من ولادنا يستفيد. يعني نكتب على الجروب يا دكتوره الاسئله اللي وقفت قدامنا عشان بس ايه؟ طبعا 10 امتحانات او صعب جدا الاولاد يرفعوا على الجروب العدد ده، احنا نقول الاسئله الصعبه هي اللي اتحط على الجروب، بحيث ان احنا ايه الحلقه الجايه ان شاء الله حاضر تجاوبيها الاولاد. وفي حاجه بس عايزه اضيفها عشان ولادنا، بس لقيتهم رافعين لي صفحات كده، ما رايك، وعايزين من صفحه من رقم 4 لرقم 14. سؤال: ما رايك؟ احنا محتاجين راي حضرتك الشخصي، بس مع الاهتمام بان راي حضرتك الشخصي ده لا يخل بالترتيب التاريخي ولا الحدث التاريخي نفسه. فاحنا سؤال ما رايك مش صعب خالص، احنا هنجيبه من وسط الاحداث التاريخيه او الجغرافيه اللي احنا درسناها، فما تخافوش من السؤال ده خالص. تمام. في نهايه هذه الحلقه بتقدم بالشكر الى كل الطلاب اللي شاركوا النهارده معانا عبر الهاتف، كل الطلاب اللي شافونا عبر شاشه التلفزيون. شكرا للدكتوره إيلاريا عاطف. شكرا يا دكتوره. الشكر موصول لحضرتك يا استاذ محمود، وبشكر فريق العمل في الاستوديو، والى اللقاء مع اولى حلقات المراجعه في الاسبوع القادم.